جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أصابني مرض في الرحم مما يجعل الطمث متواصلا نزول بعد الطهارة من أيام العادة الشهرية، كيف تكون الأحكام بالنسبة لي جزاكم الله خيرا، وذلك بالنسبة للصوم والصلاة وسائر أنواع العبادة؟ إذا كان الدم ينزل باستمرار وأنت تعرفين أيام العادة، فإنك تجلسين أيام العادة التي سبقت قبل حدوث هذا النزيف، فإذا انتهت أيام العادة فإنك تغتسلين وتصلين وتصومين. أما إذا لم تكوني تعرفي أيام العادة أو كنت تعرفينها ولكن نسيتيها، فإنك تنظرين في الدم فما كان يحمل صفات الحيض من اللون، لون الحيض أو ريح دم الحيض، أو أن يكون دما ثخينا أسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دم الحيض أسود يعرف، يعني يعرف له رائحة كريهة. فإنك تجلسين مدة الدم الذي يحمل صفة من صفات الحيض، وما زاد عليها تغتسلين وتصومين وتصلين. نعم.